السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دكتور عماد، الزعتر احنا كنستعملوه في يعني في استعمالات مختلفة، سواء بعض الوصفات لعلاج مثلا نزلة البرد او لعلاج المشاكل ديال الهضم، كيف ما اننا كنستعملوه في المطبخ، ولكن ما كنعرفوش الزعتر كنبتة المكونات ديالها وشنو كيفاش نستغلوها ونستفدوا منها بطريقة صحيحة. الزعتر كيدخل في الثقافة المغربية ديالنا التقليدية، خاصة في الثقافة يعني لف لكن ما سبقتش وشرت ليه اختلامية لا في المطبخ ولا كذلك في بعض الوصفات الشعبية اللي كتصلح مثلا باش كنرفعهم درجة حرارة الجسم. غير هو الزعتر كأي نبتة من النباتات اللي كيخصنا أو كيخصنا يعني نتعاملوا معاه واحد الحرص ونتعاملوا معاه بواحد الحضارة. علاش؟ لأن الزعتر فيه بزاف ديال المنافع كما فيه بزاف ديال الاعراض الجانبيه اللي ما خديناش بطريقه سليمه. اذا الزعتر هو كنبته اللي الحمد لله بلادنا معروفه فيها بزاف، واللي بغيت نشير ليه هو ان الزعتر المغربي عنده واحد الخاصيه جميله جدا. فيه واحد الماده كتسمى الكوفاكرول، هذه الماده ديال الكوفاكرول اللي هي ماده مضاده للطفيليات الميكروبات، كذلك ماده اللي كتحسن في الدوره الدمويه، وماده اللي كنلاحظوا ان الزعتر كيتستعمل بزاف في الوصفات ضد مشاكل الجهاز الهضمي. ان الزعتر او هذا الكوفاكرول كتوازن لنا افراز حمض المعده، وكذلك كتعاون الجهاز الهضمي باش كيكون فيه واحد التصفيه عامه باش كيمكن له يشتغل بطريقه طبيعيه، خاصه ان كما سبق نشرنا ان الجهاز الهضمي هو عباره على واحد المصفات اللي فيها واحد التقيبات بحال الصفايه، وهذوك التقيبات هو اللي كيتم الامتصاص ديال المواد النافعه او المواد المغذيه منهم وكيدوزوا الدوره الدمويه. غير هو الزعتر اللي بغيت نشير ليه هو ان الوليدات اللي قل من 5 سنوات ما نعطيوش ليهم، لان كيمكن يشكل لهم خطور على الكبد ديالهم والكلي، لان إضافة للكوفاكرول فهناك مواد أخرى اللي هي زيوت أساسية اللي هي بعد الأملاح المعدنية اللي هي ثقيلة اللي كيمكن تأثر على الكبد وتعطي مضاعفات للوليدات الصغار، خاصة باقي ديك الكبيدة ديالهم كتكون باقا صغيرة، باقا هشيشة، باقا ما تكوناتش، باقا ما نضجاتش، فهنا كيمكن يعطيهم أعراض جانبية. الزعتر كذلك الناس اللي كيعانيو من الضغط المرتفع، يعني كتكون عندهم طونسيون طالعة حتى هما ما خصهمش ياخذوا، لأنه كيرفع من الصبيب ديال الدم، وبالتالي شنو كيرفع ذاك الضغط ديال الدم في الدس ديالنا. الزعتر ما يتخلصش مع الادويه ديال الامراض المزمنه، مثلا كداء السكري، كادويه ديال الضغط في حد ذاتها، الادويه ديال القلب والشرايين، لان كيرفع المفعول ديالها 5-6 مرات، وهنا كيمكن يعطينا مضاعفات خطيره. الناس كذلك اللي كتاخذ بعض الادويه مضاده للاكتئاب او ادويه ديال التوتر العصبي، ما كنصحهمش ياخذوا الزعتر، لانه كيبطل المفعول ديال هذه الادويه، وبالتالي ما كيبقاش عندهم العلاج متوازن. وهنا هذه مسألة خصنا نشيروا ليها. الزعتر في بعض المناطق اللي كياخذوه وكيديروه مع اتاي وكيطبخوه مزيان مع اتاي، فهذه مسألة مغلوطة، لأن أي مادة فيها زيت طيار أو زيت أساسي ليسونسييل أو الروح كما كنقولوا حنايا في العامية ديالنا المغربية، ما خصناش نطبخوها مع الماء فوق العافية. علاش؟ لأن كتكون عندنا مكونات سامة، مكونات اللي كيمكن يعطيونا أعراض جانبية أو مكونات مسرطنة. بالنسبة كذلك الزعتر، فمن الاحسن اننا مثلا الا بغينا نديرو في اتاي كنديرو واحد البراد اللي كيكون موين اللي كنديرو حنا في العائله ديالنا، ونطبخو الحبوب ديال اتاي مزيان حتى تطبخو، وعاد من بعد كنديرو فيه معلقه صغيره ديال الزعتر وكنخليوها حتى كتنق، وهذه المعلقه الصغيره كنحاولوا اننا هي اللي كنشربوها يعني وكناخذوها بطريقه سليمه. علاش؟ لان حتى الزعتر ملي كيتخلط الا طبخناه مع ليطانا اللي هما المواد اللي عندنا في الشاي، فهنا كيمكن يشكل لنا واحد المركب سام اللي يمكن يعطينا مضاعفات على مستوى الجهاز الهضمي ديالنا، ويمكن لا قدر الله يسبب لنا سرطانات. القيمه السليمه او الامنه في الاستعمال ديال الزعتر فهي معلقه صغيره
في حساب او في ما هو في حساب الصيدلي او في المعايير الصيدليه اللي هي 10 غرام، اذا معلقه صغيره. الا كنا غنستعملوه في شكل مساعده على علاج فهنا غناخذوا معلقه صغيره ديالو وغنزيدوا عليها كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كتطلق، وكنصفيوها وكنشربوها نص ساعه بعد الفطور. ويمكننا نعاودوا هذه المساله هذه نعاودوها حتى في الليل نديروها نص ساعه بعد الليل، ولكن ما نفوتوش جوج ديال المعالق صغار في اليوم بالنسبه للبالغين ديال الزعتر. بالنسبه للاطفال من 6 حتى 13 سنه فهنا غادي ناخذوا نص معلقه صغيره في اليوم فقط، هي كافيه باش نعطيوها لوليداتنا. والاستهلاك ديال الزعتر اكيد اننا ما غاديش نفوتوا فيه مره حتى جوج مرات في الاسبوع، وما يعني هي غادي تجي تقريبا 8 ديال المرات في الشهر. طيب ايضا دكتور عماد، من الامور الشائعه في ثقافتنا انه الناس اللي كيعانيو من امراض مزمنه ديال خصوصا على مستوى المعده انه الزعتر كيهدئ المعده، كيحيد لنا الحرقه، كيسهل علينا العمليه ديال الهضم، فشنو اللي صح وشنو اللي غلط في هذه المعلومه؟ فمعلومة صحيحة أكيد، لأن كما شرنا لأنه كيوزن لنا الإفرازات ديال الحمض اللي كيكون عندنا، داك الأسيد اللي كيكون عندنا في المعدة ديالنا، وكيسهل الاشتغال ديال الجهاز الهضمي، أكيد أنه غادي يصلح لهاد المشاكل هذه. بيبي اللي كتقول لك دكتور عماد، أنا بعض المرات كنحس بالغثيان وكناخذ معلقة صغيرة ديال الزعتر ورق وكنمضغو، واش كاين شي ضرر؟ فما كاينش فيه مشكل، ما كاينش فيه مشكل الناس تستعملوا، ولكن ما تكثرش منه كما قلنا، انها تحاول ما تفوتش ديك القيمه ديال ملعقه صغيره. الا خدات واحد ثلاثه ديال الوريقات خضرين ولا اربعه فما ليس هنالك ضرر. وهنا واحد المساله اللي ما شرحت ليهاش، ان هنا كنشوفوا علاش يعني المطبخ الايطالي يستعمل كثيرا الزعتر في الوصفات ديالو، فهنا لان الزعتر وخاصه عندنا الايطالي، ولكن كان سبق منه واحد المطبخ قديم وعريق جدا اللي هو المطبخ الاغريقي، فالاغريق اللي هو لليونان تستعمل هاد المواد هذه اللي هي منها الزعتر. علاش؟ كيدخل في التغذيه ديالهم باش كيساعد على عمليه الهضم وكيرفع حتى الشهيه بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم مشكل ديال الشهيه ناقص. عندنا سؤال ديال هدى اللي كتقول لك دكتور عماد، قالوا لي بانه الماء ديال الزعتر نشلل به الشعر ديالي ونخليه فيه لانه كيساعد على تقويه الشعر وكيعالج فروه الراس. فهنا الماء ديال الزعتر نستعملوا الشعر اكثر اللي كيكون دهني كتكون فيه افرازات دهنيه، ولكن بهذا المقدار كناخذوا معلقه كبيره ديال الزعتر كنطبخوها في نص سترو ديال الماء حتى كتطبخ مزيان، كنصفيوها في واحد القرعه اللي فيها الرشاشه، ومن بعد هاد الرشاشه او هاد المحلول كنرشوا به الشعر ديالنا من بعد ما كنغسلوه في الحمام، كنخليوه مده 5 دقائق حتى كي يعني حتى كيطلق مزيان هاد السيروم، ومن بعد كنمسحوا الشعر ديالنا. طيب عندنا ايضا سؤال ثاني ديال عمر من مدينه سطات، كيقول لي السلام عليكم دكتور عماد، واش الماء ديال الزعتر مغلي وتيبقى حتى يبرد نداوم عليه كل يوم لمده ديال الشهر كيساعد على نقص من اعراض بومزوي؟ فهنا كنقولوا الاخ ديالنا اول حاجه بدا مغلوطه انه كيطبخ الزعتر، ثانيا انه ياخذ معلقه صغيره ديال الزعتر كما قلنا يديرها في كاس صغير ديال الماء مغلى تيطلق، ياخذها نص ساعه بعد الفطور، ومعلقه صغيره ديال الزعتر يديرها في كاس صغير ديال الماء المغلى حتى يطلق وياخذها نص ساعه مورا العشاء، ولكن ما يستعملهاش اكثر من مرتين في الاسبوع فغادي يكون احسن.